مرحبا معكم سام كورجي ماستر فيلم ميكر، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من تعليم ادوبي بريمير. واليوم الصراحه اخطيت خطوه شوي بعيده، بس حرجع نكمل دروس مثل ما كنا عم نمشي. اليوم حبيت اعمل درس سبيشل بس كرمال تعطوا نكهه حلوه وغريبه شوي للفيديوهات تاعونكم. ف اليوم حنعمل ترانزيشن، والترانزيشن مش موجودة بالأدوب بريمير، نحن حنعملها من طريقة التصوير ومن طريقة كم شغلة حنعملهم هون من خلال كم افكتس موجودين بالأدوب بريمير. ما بدي كتر حكي، خلينا نحن نغوص هلأ بالأدوب بريمير ونشوف الشرح. هلأ هون أنا أوريدي عملت امبورت لفيديوز موجودين كانوا عندي من سنتين، حعمل دراج اند دروب لنيو سيكونس. خليني بس لكم شغله، حعمل كنترول زد بما انه هولي من سنتين 25 فريم بير سكند وانا كنت عم بعمل سيكونس. خليني اعمل نيو سيكونس، حسميها كاميرا ترانزيشن. اوكي هلا السيكونس اللي انا عم بشتغله هلا انا عم صور بكاميرتي 30 فريم بير سكند، فحخلي هذا السيكونس 30 فريم بير سكند. وانا عندي العلم انه هول فيديوهاتي 25، بس هلا بدي اقول لكم شغله انه الادوب بريمير بيقدر يصلح لكم اشياء انتم ما انتبهتوا لها. يمكن انا عملت فولدر بقلب انا عملت سيكونس بقلب فولدر سيكونس، فكرمال الترتيب حعمل دراج اند دروب لهذا الفولدر يلي هو فيه فيديوهات 25 فريم بير سكند للسيكونس تبعي. حيقول لي انه this clip doesn't match the sequence settings، يعني هذا المختصر الفيديوهات ما انه ملائم بال سيكونس سيتنجز، يعني اعدادات السيكونس التايم لاين تبعكم. فبخيرني يا انه بغير، يعني هو اوريدي بغيره اوتوماتيكلي حسب الفيديوهات اللي عندي، او بخليه مثل ما هو. فانا حاله تشينج سيكونس سيتنجز، فبلاحظ انه انا اذا رحت على سيكونس سيتنجز بجيبها من هون بلاقيها صارت 25 فريم بير سكند. فينا نرجع من هون تايم بيز اللي هو 30 فريم بير سكند او 29.97. طيب حخلي 25 لانه حنراعي الفيديوز اللي عنا. هلا اليوم انا كنت هيك عم بحضر الدرس، فلقيت كم شغلة انه فينا اعمل ترانزيشن، يلي هن انه انا كنت الكاميرا تيل داون ماشي تمام. هول الفيديوز من سنتين بشارع الاستقلال باسطنبول، وهون كمان عم كانت الكاميرا تيل داون وطلعت. هذه المنطقة بكاديكوي كمان باسطنبول. الفكرة من هالفيديوز انه انا عم شوفهم خطرت ببالي هالفكرة، ما عملت قبل لانه كنت ماشي بسيكونس لفيديو حتشوفوه هون. اذا بتحبوا تشوفوه كليك هون. وانا عم شوفهم لقيت فينا نعمل شيء، ف حنرجع نغوص هون لنعرف شو هي الفكرة كانت. هلا انا قلت من هالناحية انه انا ماشي وعليت الكاميرا فيني انقل من التلت اب لمطرح ما انا هون. في عدة طرق، خلينا نحن نرتب شوي، خلينا هتكون هيدي بعد منا لهي. حسكر الفراغات. طيب قبل ما نبلش نطبق هذا الترانزيشن يلي ببالنا، نحن خلينا نحن نبني صح. زعلنا نحن الفيديوهات مثل هالطريقه، نحن مثلا انا هون مساقه بانه كنت ماشي بسيكونس قبل بهذا الفيديو اللي هون عم بحط لكم اياه مره تانية احضروه، بس بعد ما تخلصوا الدرس حتشوفوا ترانزيشن كتير انا عاملها فيها وشويه حركات هيك، يعني ما بعرف حنشرحهم بعدين. وحيكون في درس كمان بتعليم التصوير في كتير امور راح اكشف عنها. فالمهم هلا بهذه الشغله نحن عملنا تلت اب، فيك تعمل مثلها، فيك تعمل بانينج، بان رايت، بان ليفت، تيل داون، تحريك الكاميرا، بس يكون مثلا خلصت تحريك لهالجانب تكمل اللقطه الثانيه اللي بدك تفوت فيها نفس الجهه اللي عم تروح عليها. فالمهم خلينا هلا شرحنا شوي، ففهمنا انه كيف لازم تكون تلت يعني تلت اب تلت اب، ما فيك تلت اب تلت داون، بصير الحركة معاكسة يعني، بس فيك تعملها. بس هلا هون خلينا نشوف قديش هي سلسة بالموضوع. خلينا نغوص كمان بالأدوب بريمير، عم نكتر حكي. هلا هون خلينا نقصر وقتها شوي، نرتبها نعملها كات
من هون طيب لهون. هلا هون اوكي طيب خلينا لهون مثلا نتركها مثل ما هي بالاخر. هلا انا في عندي تلت اب ما تلت اب بدي هلا اعمل حط هيدي فوق منها وخلي هيدي تحت منها هون كرمال لما بدي ارجعها ما يروح منها صوت. فمطرح ما انا بلشت تلت اب خليني احط هيدي هون وبلاحظ انه مع بعض. هلا فيني طفي تقريبا نفس السرعة وهذا الشيء كتير بيرفكت. طيب هلا في شغلتين خلينا نشرح طريقتين نعملهم. في طريقة كان في كتير فلوجرز بيشتغلوها خلينا نحنا نشرح في افكت تستعمل هالطريقة. هذا الافكت كتير فلوجرز استعملوها خلينا نطبقها هون. هلا خلينا نعمل كات لهون عشان نعرف نحنا وين معنا وقت نشتغل. هلا بالافكت فينا هون السيرش فينا نحنا مثلا كنا نعمل كروس ديزول قبل فينا نشوفهم هون. في عندي لوما كي هذا كتير فلوجرز استعملوها. شو اللي بيعملوا انه بيعمل كات بيكسلز لل يعني في عنا البرايت بيكسلز والدارك بيكسلز. نحن بدنا نختار كيف بدنا نختار بالافكت كنترولز باللوما كي هون موجود. في عندي ثراشولد في كات اوف خلينا الثراشولد نحط صفر لحتى اشوف الفيديو. الكات اوف هون يا اما من البرايت للدارك او العكس. هلا هون تلاحظوا انه ما في كتير برايت لانه البرايت بس انقطعوا. فاذا بيجي لهون لقدام بلاحظ انه هون في برايت هون في سما لان تمام شفتوا هون هون الضوء هون السما خلينا نقول بالاخر كنا. طيب والثريشولد يلي انه يعني هي العذبة فينا نقول يلي بيقطع بعض البيكسلز يعني مثلا الابيض صار يقطعه اكتر. فهمنا كيف يعني شو في بعض البرايت بيكسلز عم نقدم عليه. هلا هون الفكرة انه انا امشي فيها من دارك اخر شيء ما في صورة ونعمل كات اوف. خلينا اعمل هون ستوب واتش حتى اعمل انيميشن وهون ستوب واتش حتى اعمل انيميشن. هلا الثريشولد خلينا نبلشها بعد منها بشوي للكات اوف. الكات اوف خلينا نعطي 25% مثلا 25% من الوقت لتبلش الثريشولد. نقطع تقريبا بعد منها بهالفترة نصغر هيدا الشيء نحط الكات اوف لتحت والثريشولد خلينا نصفره ونحطه باخر الوقت. هلا شو بصير عنا قلت لكم انه في بيكسلز عم بتروح حسب ما انا مشيت. فخلينا نعمل بلاي نشوف شو صار عنا. فينا نعملها هيك وفينا نتركها هيك على فكرة. هلا فينا حتى تكون احلى كمان في الساوند لازم يكون اكيد في فيد. فحعمل فيد اوت وفيد ان للصوت. تمام هيدي ترانزيشن فلوجرز كتير بيستعملوها بعدة اماكن و يعني ما ترك حدا ما استعملها. فحسب انت كيف تستعملها هون استعملها كتير رائع وكتير سمبل يعني بنلاحظها فريم باي فريم. ما عليها شيء. اوكي تمام. هلا خليني اعمل دوبليكيت لهيدي خليني اشتغلها على طريقه تانية. خليني ارجع كل شيء محله هون وهون. سوري
هذا الافكت خليني اعملها ديليت, وهون ما في شيء كانه تمام. عم نرجع للصفر, انا تركت هذيك ستاند باي كرمال الشغل, خلي يمكن يفيدني بعدين, يمكن استعملها مرة تانية. وحالكم مثلا كيف نعطيه جمال اكتر مع الموسيقى, وبدي هلا بما انه حكينا الموسيقى راح نشتغل شوي على الموسيقى بهذا اللقطة, يعني استحملوني شوي بس انا بدي اعلمكم. طيب هلا هون لما علقت فيني اقطع من هون, ولما وصلت لبدي اوصل للمرحلة اللي هي هون قطعت, بعد بدها شوي تمام. اوكي مش هيك اكيد, بس عملكم انه كيف لازم نقطع مثلا بطريقة الكاميرا انجل قريبك جدا تكون بي, بعدها شوي لهون. طيب اوكي هلا حعمل كات هون, ومثل ما قلنا نحن في دروس قبل كنا نسرع, فحسرع من هون وحسرع هون, هو الفراغ بشيلون تمام. مثل ما قلنا الصوت اللي هون, هول الاشياء دروس انا اعطيهم قبل, فاذا ضعت شوي راجع الدروس اللي قبل, لانه هول الشورت كاتس والكيف عم بعمل كات وكيف عم بعمل سيلكت للاوديو لحاله, في دروس قبل كنت عم بعطيها. اذا ما انك حضرها ارجع شوي بالدروس لورا عشان تستفيد, واذا نسيتون راجعون. ف فينا نعمل هذا الموفمنت, هذا بنكون باجواء بجو نسيب بجو تاني تمام. هلا شو في عنا الفيديو التالت اذا فينا نستعمله بشي. او تمام في عنا هون لما انا عم بصور, ف ايدي عملت هيك, هي منا مقصودة بس نستفيد منهم. فحاشيل لون الفراغ, حشوف انا هون علت الكاميرا مذكر. اوكي طيب بكتفي لهون, هيدي هلا لازم حعمل بلاي. انا بعرف شو صار بس حنشوف شيء انه الكاميرا عليت ووطيت, مثل ما قلنا هيك عم نعمل اتجاه معاكس. فخلينا نشوف هلا هون شو صار, يعني بدكم تستفيدوا من كل شيء, يعني البيكسلز اللي عم تروح ديعان نحن بدنا نستفيد منها. طيب هاي عملنا اثنين ترانزيشن على فكره, في اشياء مقصوده في اشياء مش مقصوده انت بتعملون. هلا اثنيناتهم هولي ثلاثتهم كانوا موجودين عندي بالاركايف, فلحتى حضر درس حلو فاستعملتهم لهول. اكيد حعمل فيد للصوت هون, ترانزيشن للصوت, وبلاحظ انه نقلنا من مود لمود. هلا بموضوع انه نشتغلها على الموسيقى, وخلينا ننقي موسيقى مثلا, هو ما نجي موسيقى. اوكي رجعت لكم لانه كنا عم نفتش على موسيقى, ولقيت موسيقى حطيتها هون بالميوزيك بن يلي هو الفولدر, راح احطها هون, حارجع على البروجكت حتى ما نضيع. الموسيقى سوري ما سمعتكم اياها, موجودة على اليوتيوب فري بالاوديو لايبراري, فري كوبي رايت اكيد. ما بعرف شو اخترت بس انه يعني خلينا مشونا. هنشوف هون شو هذا حكي. اوكي هنعمل زوم ان, حكي ان. اوكي حنعمل مثل ما هون حنشوف. طيب هلا حنشتغل, خلينا نشوف هون نعمل سولو. تمام هلا هون لحتى نشتغل على الموسيقى, عم بقولكم انه احنا عم خطينا خطوه بعيده شوي, بس هلا هالخطوه هيدا انا مقصد اعملها بس كرمال
يعني تليين للدماغ شوي حتى تعرفوا وين فينا نوصل وانت تتحمسوا بعدين. هلأ هولي اشياء منن صعبين وما تنقذوا. حقلكم مثلا كيف فينا نشتغل، يعني مثلا ركبت انا موسيقى، ركبت انا مشاهد، كيف فيني احط ركب الموسيقى؟ يعني انا عم بشتغل بالعكس. هلا شوفوا انتم مع صعبه ولا وحتلاحظوا انه هي منها هالقد صعبه. ف تركيز. هلا عندي انا النقله، خليني اعمل ميوت لهيدي الموسيقى. حشوف هون وين البيك تبع النقله يلي هي انا نقلت من مطرح لمطرح. تمام. هلا حتكون حتخيل الموسيقى مثلا هون، يعني ببدايه ال هون بدايه الفيديو الثاني. حعمل سولو للموسيقى اللي انا اخذتها. اذا بتلاحظوا الموسيقى، حعمل تورن اوف للصوره عشان نتركز على الموسيقى بس، انه هون في ضربه الكيك يلي تاعت الموسيقى. تمام. هيدي بدها تكون موجودة هون، ففيني اعمل زوم ان. سوري الكيبورد ما عم يشتغل عندي، صار طيب بطاريته فضيت شكلها. من هون هلا عم تقولوا لي بطاريته لانه هذا وايرلس الكيبورد، اوكي مش انه شريط. تمام. هلا من هون فيني اعرف انا وين كبست او وين عم بعمل دراجينج. بكبسها وبلاحظ من فوق، شفتوا هذا من هون في شيء ببين ماشي مع الكورسر، ففيني احطه هون مطرح ما انا يعني انا هون بدي يبلش الكيك، ما بدي احطه فوق. انتبهوا حاطه من هون تحت، فبصير ضربة الكيك على النقلة مزبوط. هلا حاعمل فيزيبيليتي للصورة وخلي صوره على الموسيقى. حارجع شوي هون مع انه لازم يكون في شيء قبل. تمام. فيني مثلا رجع شوي من هون ومن هون، نشوف شو في قبل اذا في شيء. فينا نتركها هيك لانه الموسيقى شوي مغير الجو. هلا حاعمل ان سولو وحنشوف مع الامبيانس تبع الفيديو شو الوضع حيكون. كتير عالي، فحامل سيلكت اول حوطيه هون. عم تقولوا لي كيف اذا عم بتوطيه هون بهالسرعة؟ الدروس موجودة قبل، فبليز يعني اذا عم تنسوا ركزوا شوي. منهم صعبين، عن جد منهم صعبين. واذا انت جديد عم تشوف هالدرس استفيد من الدروس قبل اذا انت ما بتعرفون. وفي اشياء جديده ناطيتك كمان، سبسكرايب. هلا شفنا شو عم بصير هون. تمام. هلا الترانزيشن تاني شو وضعه حنشوف هون. يمكن تكون مقبوله عند بعض الناس بس في كلاب، في سناب، سوري شو اسمه، كلاب لا هيدا الشيء شو اسمه ما بعرف، نسيت. ريكبي معه حلوة، بس خلينا نفترض انه مش ريكبي. بدي انا على الكيك هون. طيب في كتير اساليب نعمل هاكينج للموضوع. خليني مثلا امشي بالمع الموسيقى او اتخيل الموضوع. حعمل ميوت للامبيانس وراقبوا معي الصورة مع الصوت. هلا الصوت نسمعه وعيننا على الصورة هون. تمام. هلا انا مثل ما قلت لكم قبل مرة في دروس انه انا بستعمل السبيد شوي كرمال يكون في هيك شوية نقلة مع الموسيقى حلوة. هلا هون في عندي كيك تانية ما خاصة بالكيك الموجودة هون، فينا نستغلها بشي. مثلا خلينا هون نعمل كليك وهون الترانزيشن. طيب نظريا انت حتحسب قديش رح تقص منها وتقصر الوقت، مش تقصر الفيديو،
نظريا حنشتغل، ما في تقريبا، انا ما بشتغل حسابات لانه وصلت لمرحله انه نحن يعني. طيب هلا انا حعمل سبيد اب لجزء من الفيديو. هلا كيف اخترت هالتايمينج تبعه وكيف هل هو مزبوط ولا مش مزبوط، هي نظريا القصه. فيك تعملها انه حسابات، حقول لك كيف تحسبها بحسابات بشكل نظري، ما تضيع لانه عم بقول لك اياهم من خبره 16 سنه. فخليني اقول لك الطريقه اللي بتبعها انا، ما راح الف ودور عليك، راح اقول لك من الاخر، بس خليني اقول لك كمان كيف انه تحسبها بطريقه حسابيا. خلينا نركز شوي هون. هلا انا بدي اشوف مثل ما هلا كنا شفنا او في اول كيك اللي فيها ترانزيشن، سوري السبيدنج اب، وفي تاني كيك اللي هي الترانزيشن حتكون. طيب حعمل بلاي في هون، عندي اول كيك هون، تاني كيك في عندي هيدي هون، لازم تكون طرف الفيديو موجود هون. طيب هلا هون حتخيل انه هون انتهى الفيديو تبع هذا البارت، شو حعمل؟ حاحسب تقريبا من الوقت من هون لكيك اللي قبله. تقريبا من هون لهون، هلا فيك تحسبها تقريبا على الوقت، مثلا اخذت ثانية، فيني مثلا لا ثانية لانه 9-17 هو الفريمز، هون 10-13 يعني ما كتير هالفرقت الكم فريم. فينا مثلا من هون قد كنا نحن 11، فينا نرجع 10 لهون، فينا نعمل الكات من هون. طيب ونسرع شوي هون، لا إلا باك، نلاقي مثلا يعني كان فرقت كم فريم، فينا نرجع هيدا لورا. طيب هيك عملنا شيء، يعني اللي صار بالملخص انه اول شيء ركبنا الاول كيك بالنقلة من مود لمود، تاني واحدة تاني كيك حتى انا استغل شوي هون التاني الكيك، الكيك التانية ركبها بمحلة هون، واول كيك بعمل لك نقلة سريعة شوي speeding up مثل ما قلنا، لازم نلاحظ. anyway اشتغلنا على طريقتين. اول طريقة يلي هي، وتاني فيديو اللي ركبنا مع الموسيقى كان بهالشكل. اوكي انه شوفوا لاحظوا قد ايه سموث الموضوع، يعني باول فيديو اكيد بده موسيقى غير هيدي، وفينا يعني اذا لقينا مثلا هون في شيء فينا مثلا نسرع هيدا الموضوع، خليها تكون اسرع، يعني ضبطوا شوي بال كي فريمينج هون. كتير انا عم صارت يعني اختلفت كتير جدا، فاكيد شوية ادجستمنت بالموضوع بتعطوه بيرفكت، بس انا عملتها بشكل سريع وتشوفوا انه من لا شيء عم نعمل شيء. وهذا الفيديو الثاني لاحظوا قد ايه حلو. طيب يعني تعلمنا شغل كتير حلو اليوم باسمه كاميرا ترانزيشن، ولبعدين في كتير منهم، وحالكن كتير قصص شوي من اختراعي وشوي من انه مثل البروغريسنج اللي عم بصير بالتصوير وهيك، بس في اشياء انه انا هيك من راسي طلعت، وراح اقول ما تخافوا لنوصل للدرس التصوير، بس اهم شيء نتعلم شوي الاديتنج. لا عم بسبق بالاديتنج، كان فينا نتعلم تصوير قبل وفيني بلش تصوير.
لانه الاديتنج هو بيعطيك النظره انه كيف تصور صح. وعملكم اياها انا لان بلشت انا اديتنج بعدين كنت عم اديتنج التصوير بس رجعت ركزت اديتنج لحتى اعرف انا كيف بدي اصور وكيف بدي منتج يلي انا صورته بطريقه شوي هيك انه انا اكون مرتاح. ولما اكون عم صور عم بعرف حالي شو عم صور. ما بدي اطول عليكم عن جد. ما تبخلوا علي بسبسكرايب وشير وكومنت. شيروا الفيديو خلي غيركم يستفيد كمان. وانا بتشجع حتى كمل الدروس وانا بدي كمل يعني بس تشجعوني اكتر حتى اعطي دروس عن جد احلى وكمل لبعدين كتير كتير. فعن جد شكرا على واتشنج هيدا الفيديو و see you in next lesson. bye.